بعد بحث الترانسليشن اللي احنا خدناه عايزين نكمل بحته بقى ترجمه اختياري ونشوف المعامله معاها ازاي. واحنا بنشوف كده كده في كل وحده بنحل مجموعه، بس تعال نزود اكتر النهارده. اول جمله بتقول: هل تعتقد ان دراسه ثقافه الشعوب تساعدنا على فهمها جيدا؟ طيب انا هاخد الحته الاولانيه، هل تعتقد ان، طيب do you think that دي كده كلهم صح. دراسة ثقافة الشعوب، studying people's culture كلهم صح، بس التكة فين؟ في apostrophe. الapostrophe هنا قبل الاس ولا بعد الاس؟ اولا اقول لابن الشاطر ان كلمة شعوب بالابوستروف بعد الاس، لان كلمة people's، كلمة peoples بالشكل ده كده اللي اخرها اس معناها شعوب. دي كده معلومة بنعرفها. جميل، انا كده بقى عندي يا سي يا بي، يا دي يا بي، وحذفت دولة بناء على المعلومة دي. helps them ولا helps us هي تساعدهم ولا تساعدنا؟ تساعدنا، يبقى هيلبس اس. شفت اللعب في ضمير سهل ازاي؟ تو اندرستاند ذيم ويل، ان نفهمهم جيدا. ضمير هيلب اس ولا هيلب ذيم؟ لا هيلب اس تساعدنا، اندرستاند ذيم ويل نفهمهم جيدا. طب يلا نشوف الترجمه اللي بعديها بالراحه. بتقول ايه الترجمه دي؟ Man is sociable by nature, so he can't live in isolation. الإنسان، إن الإنسان بطبيعته اجتماعي، إن الإنسان اجتماعي بطبيعته، ما هي واحد، إن الإنسان اجتماعي بطبيعته، إن الإنسان اجتماعي بطبيعته، يبقى كلها البارت الأولاني صح. So لذا، لذلك، لذا، لذلك صح. He can't live، قد لا يمكنه، لا ده قطع، he can't live، قد ما تنفعنيش، قد ديت اشوفها في me، في could، في might، انما هنا لا ما تنفعنيش. he لذلك لا يمكنه، ايوه لا يمكنه دي تنفع، ربما دي لا، ولذلك يمكنه، لا يا عم مش يمكن، ده لا يمكن، اه شفت، فصلت، ها؟ لا يمكنه العيش في عزلة. طيب المثال اللي بعده، It's believed that a man is the only creature who thinks and creates. طيب it's believed مضارع ولا ماضي؟ مضارع. وش، طب ايه رأيك في اللي بيقول لي كان من المعتقد؟ قل له لا، عندهم يا ادهم ما تنفعش. من المعتقد أن، من المعتقد أن، من المعتقد أن. مان بتدي معنى رجل وبتدي معنى إنسان. طب فكرك في القصة دي بيكلم عن إنسان ولا رجل؟ ده الإنسان رجل وست هنا، فهنا الإنسان. مان بدون أداة بتتكلم عن الإنسان، يعني من غير آ ولا زام، الإنسان مش رجل. الإنسان هو الوحيد، يبقى الرجل دي اتحذفت. هو الوحيد، الوحيد ولا المخلوق الوحيد؟ استنى كده، creature يبقى المخلوق الوحيد، وانا لازم اكون دقيق زي بتاع الازهر. الذي يفكر، هو الذي يفكر، thinks and creates. اقول لك على حاجه، تركيزك في الترجمه الاختياري، التركيز الشديد هيدي لك بعد جميل قوي قوي قوي، هيقوي مستواك في الانجليش، وكتابتك للكلمات الاضافيه هيعمل ايه زياده في البعد ده. يلا معايا في اللي جاي، تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في بعض محطات الطاقة العملاقة. مين اللي بتستخدم؟ الطاقة الشمسية، solar power is used to، كل التركيبة دي كده صح، مفيش فيها مشكلة. طيب مشكلتنا في اللي جاي، توليد، يا ترى بقى توليد ايه؟ generate ولا produce؟ ما هي generate، هي produce خلاص. الكهرباء، electricity ولا energy؟ توليد الكهرباء، انت عايز electricity يا معلم. في بعض محطات الطاقة، in some بعض، انما هنا قال لي many، شكرا، many غلط.
ركز معايا في اللي جاية. ميني غلط لأن هو بيقول بعض. محطات الطاقة العملاقة، أيوة عملاق يعني إيه؟ جاينت. هو تحت إيه اللي إيه؟ تايني. شفت هي دي يا جماعة الترجمة الاختياري، هي دي الترجمة الاختياري. ولادنا الشطار أتمنى إن إحنا نكون حطناكم على أول الطريق في مذاكرة الترجمة. الملزمة فيها بحث طويل جدا. الطالب الشاطر ما بيستناش المستر، طالب الشاطر بيفرم. طب والطالب اللي عايز مساعدة المستر، أنا معاك يا فندم في الفيديو اللي بعده واللي بعده واللي بعده ترجمة. مش هسيبك لما اديك جنب كورس المنهج كورس تاني، وانت طول ما انت ماشي معايا في نفس التراك اعرف ان انت بتعدي وبترفع ومستواك بيرفع، لان احنا مش شغالين نمطي اطلاقا. انا مش شغال لك من كتاب خارجي ولا انا شغال لك من حاجة محطوطة بالدماغ وبالراحة على الجول على طول. حط يا ابني جول جول جول. بعد ما تخلص معايا على يوتيوب خش على طول على الكتب التانية وكل يا ابني واشبع. روح وراجع وزود معلومتك، ولما تقف قدامك حاجة ارجع لي انا تحت امرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.